بيطلع لنا اخونا ابو كرم بينشر لي على صفحته بشتائم وغيرها. ابو كرم ابعد عن هالقضيه، لا تشتم الناس. يا اما بتطالب باحترام بحق زي ما بنطالب، يا اما ابعد عن هالقضيه. انا هذا الكلام اللي بحكيه. احنا تجار. اختي نرمين ما بجازف، انت الك حق تطلعي وتحكي، تفضلي ابعتي لي كاميرا. احنا تجار محترمين، ولاد ناس، ابناء الاردن. همنا الاول الاردن، ملكها، شعبها. لحنا اصحاب اجندات، ولا سيئين ولا شتامين. الاخ بيقول طارق ابو الرغب توفت ابنة عمه قبل نص ساعة، رحمها الله. كل العزاء لاخونا وصديقنا الاستاذ طارق ابو الرغب، راح نقوم باتصال بواجبنا معه. نعم ابو هيلدا، ان اردت ان تطاع اطلب باحترام. احنا اصحاب حق نطلب باحترام. احنا اصحاب حق نطلب باحترام. اختي نرمين تفضلي. تفضلي اخت نرمين. اختنا نرمين ناس، وانا بعرف من 4 سنوات ونص وهي تطالب بهذه القضية، من الناس اللي كانت من بداية الطلبة بهذه القضية. مرحبا سامر، مرحبا اخت نرمين. يعطيك العافية. اهلين، مساء الخير عليكي. بدي أذكر كم شغلة، بديش أدخل بمتاهات. تفضلي، تسلم الكل سيدي، بيسمع. تسلم سيدي. هلا قضية المتعثرين طالت كتير. نعم، اللي بيحضرني على البث، سواء اللي بيعرفك بيعرفني بيعرف شو القضية وكيف تم التلاعب فيها. خليني أحكي وأذكر ناس كتير قبل 4 سنين 5 سنين اوكي اخي نبيل، راح إنه اخذ. ما تم ذكره، وإنه ما مشيوا فيه صح، وما المتعثرين ما مشيوا بالطرق صح. هذا هو النتيجة. لا يوجد جهة ممثلة رسمية للتحاور مع الحكومة. سلمي لسانك. استعمال لا استعمال البثات لتشتيت المتعثرين اللي راح ضحايا، اللي هم خلينا نحكي غريماتنا وتجارنا الأردنيين، اللي كان هم الهدف والسبب الأساسي للركض بشغلة القانون العام اللي النواب قصقصوه وأصحاب البثات قصقصوه، واللي اندفع لهم إنه يتلاعبوا فيه لأنه هم ما بدهم تنحل قضية المتعثرين اقتصادياً ورسمياً. طبعا لا تنسي اخت نرمين انه النواب دخلوا لهم اذرع وايدي لتشتيت هذه القضيه. أكيد. وعد عن هيك في ناس إلها مصالح، مع أنه فعليا خلينا نكون صريحين، الحكومة هدفها الأول والأساسي حل قضية المتعثرين، لأنه إذا انحلت قضية المتعثرين حيتعافى الاقتصاد الأردني. صدقتي. حتى البنك المركزي من مصلحته إنهاء مشكلة المتعثرين والشيكات العالقة من 4 و5 سنوات. صدقت. هلا الفترة اللي فاتت بجهد خلينا نحكي مأمون الكباريت يتواصل معي بحد مع حد المتأخرين، بذكر. نعم، انه ذكروا شو رأيك بفكرة اللي كنتي انت طرحاها او كان مطروح قديما قبل 4 5 سنين لحل هاي الأزمة، اللي هو إنشاء جمعية لسداد عن المتعثرين، يشترك فيها المتعثرين من جميع الهيئات والصفات، يدعمها البنك المركزي ويدعمها البنوك وتدعمها الدولة وتدعم دوليا. أختي نرمين، إحنا مع أي حل لكن يكون هذا تحت الحال مظلة خلينا الحكومة. تحت مظلة الحكومة، أنا بحكي لك بنك مركزي وتحت البنوك، يعني إحنا نعم ما بنحكي تلاعب ولا بنحكي إنه هو تابع لجهة. تمام. وهي هذا إنشاء خلينا نحكي الجمعية والصندوق حيحل مشاكل تجار كتير، وتجار كتير بهاي الطريقة حيصير أمامهم مجال للتسويات ويرجعوا يستعيدوا إنه تجارتهم يرجعوا يشتغلوا.
ماشي اختي نرمين، ولكن بس في شغلة يا معلش برضو ثامر. في شغلة نتكلم فيها ونكون صادقين مع انفسنا، بانه القوانين والوضع اللي سنت من مجلس النواب، القوانين الحالية لا تخدم. حتى لو انت حليت القضية من خلال صندوق، معلش ستبقى سامر، هذه القضية سامر متكررة احنا بنحكي متكررة، مش لانه متكررة، اسمع القوانين. هذا شيء. معلش سامر بدي اقاطعك، تفضل. انشاء هذا الشيء مش حل فردي، احنا حكينا يجب ان يكون جهة رسمية يتم الحوار والنقاش رسميا مع الحكومة. لحد الآن ما في كتاب موجه لرئاسة الوزراء على قضية المتعثرين رسميا أو حتى بناها. لا، خلينا جيبوا لي، في لا توافقات معلش، يا أختي يا نرمين. في توافقات، توافقات غير عن المطالبات والمحاورات على طاولة واحدة لإنشاء حلول والسير فيها. لما بيكون المتعثرين من وراء شاشات هذا مش حلول. طيب، لما ما أنا هو بكون هذا على أرض الطرح اللي واقع احنا كنا، نعم انا معك بهذا يختلف. الحديث، بانه المتعثرين يجب ان يكون جهة تمثلهم من المتعثرين انفسهم، رسمية تقعد على مع الحكومة ومع الجهات الاخرى لحل هذه القضية. بس احنا الان موجودة، حتى لو حلت هذه القضية في الوقت الحالي بهذا الطرح، ستبقى هذه القوانين وتأثر على الحل القادم. يعني اللي بتنحل قضيته الآن هو سيتعثر لاحقا في ظل هذه القوانين. مش بس هيك، في عنا احنا شغلة معي انه أختي؟ احنا هلا حاليا بجائحة، تفضلي. انه احنا هلا حاليا بجائحة، كورونا. هلا عندي البث شوي بطيء، لا عندي البث شوي بطيء. احنا مش بس بجائحة كورونا، احنا كوضع احنا مش بس الأردن بجائحة كورونا، احنا وكوضع كوضع العالم في انهيار وضع اقتصادي العالم عالمي. في انهيار اقتصادي عالمي. تمام أنا كمتعثر اللي متخبي تمام أنا ببيته كمتعثر ومبسوط على قانون الدفاع، أنت مش مشكلتك لحالك، فلازم تطلع تحل مشكلتك، لأن الناس مش حتحل لك إياها، ولا أنا ححل لك إياها، ولا سامر ححل لك إياها، ولا أصحاب البثات اللي عم بلولحوا وتبنوا قضية المتعثرين. كلمة حوجهها لكل صاحب بث، مش إلك طبعا سامر، لأنك سامر أنت من الناس اللي يعني صوروا القضية بطريقة صح، واشتغلت خلينا نحكي من سنتين عم بتفهم الناس بالقوانين. الناس ما بدها تفهم وماسكين لي قانون مادة 11 عم بيلوحوا فيها بشي بطريقة غلط. تمام. يجب تعديل القوانين يجب تعديل الاقتصادية، القوانين الاقتصادية. نعم. تعديل القوانين اللي هي قانون التنفيذ، تمام. المعاهدات الدولية التنفيذ بها، تمام. نوابنا اللي ما أقروا بقانون المادة 11 اللي ما وافقوها وما طلعت على الإعلان والناس بتطالب فيها، بتطالبوا فيها ونوابكم ما هم رضيوا إنه يقروا فيها حتى تنزل كقانون بجريدة رسمية. شو بتطالبوا؟ بتطالبوا بشي فاضي. المطالبات على أكثر من محور، في عندك 6 محاور لازم ينشغل عليها عشان تنحل قضية المتعثرين. تمام اختي نرمين، معناته احنا متفقين. وانت لاحظتي بالفتره السابقه انه احنا كنا نتجه باتجاه صحيح، ونفهم انه هذه القوانين مظبوط في ظل حلول لقضيه المتعثرين لا تخدم قضيه المتعثرين. يجب هذه القوانين ان تعدل وتغير. ليش؟ كمان أخ انه هذه سعيد بحكي القوانين، لي، أخ سعيد بحكي لي، عبت عليك أخ نرمين، حط حلك مش دائم الحل، لا أنت بدك تشتغل على 6 محاور عشان تحل قضية المتعثرين والمتعثرين الجايين. متعثرين زمان بحكي لكم خلاص وقفوا صفوا، هلا طلع عندكم تقريبا 1 مليون متعثر لسه هلا جديد. بالجائحة الثانية وجائحة كورونا، وهلا المطاعم وانهيار قطاع الفنادق. لا انتوا اشي صغير بالنسبة لهلا اللي عم بينهاروا، والمصانع نعم اللي عم طيب. تنهار والقطاعات الاقتصادية اللي عمالها بتنهار. يعني صفت هي مسألة ومشكلة اقتصادية وطنية دولية وعالمية. تمام أخت نرمين، ما إذا هو ما احنا حلت يعني بطريقة، متفقين،
احنا متفقين انه حل قضية المتعثرين على 6 محاور، انا معك، ولكن من ضمن المحاور في عندنا تعديل قانون التنفيذ، في عندنا تعديل قانون العقوبات، في عندنا المعاهدات الدولية والعهد الدولي واللي هو 11، عندك قوانين شاهد جميل. اقتصادية داخل البلد اللجنة لازم اللجنة تتغير. الرسمية برئاسة معالي التلهوني وفداء لحمود وأبو يامن هي مكلفة من رئيس الوزراء ومن الحكومة. هو بيحكي لك تمام، شخص ملم بما وبتوجيهات يتكلم ملكية. بالتوجيهات وليست من اللي عندهم مشكلة والمتعثرين وأصحاب القضية. خليني أعقب على كلامك، أنت حكيت بمصر الحكومة استجابت لنداءات الشعب وجميع الهيئات وجميع الأطياف وجميع خلينا نحكي نقابة المحامين والنقابات الموجودة بمصر طالبت بحل قضية المتعثرين، لذلك استجابت الحكومة. نعم مش أنا بركن على لجنة رسمية اللي هي مشكلة من الحكومة لبحث تخفيف من المشاكل الاقتصادية اللي موجودة وهي قضية المتعثرين والأزمة. أنا معك، أنا معك، ما كان أنا في عارفة شو ممثل بحكي يا شرعي شاهد جميل، وأنا بحكي عارفة شو، أنا مطلعة على كل المحاور. بجوز أنت عندك معرفة أو ما عندك معرفة. ما بعرف، بس أنت كلامك واقعي، وما كان في ممثل شرعي للمتعثرين في التوافقات. أنا مع أخونا الأستاذ طارق أبو الراغب، ما قصر في يا عمله، جماعة يا جماعة لكن الكل بيحكي وجب تعديل القانون، بتعدل أنت مش بس قانون، بدك تعديل القوانين الاقتصادية، القوانين الشرعية، بدك تعدل القوانين الموجودة بالجريدة الرسمية، بدك تعدل قوانين وزارة العدل وقانون التنفيذ. يعني تأييد أنت بدك لكلامك، أو تبلش. ما هو يا أخت نرمين، تأييد لكلامك، طلع وزير العدل التلهوني في إحدى الفترات على إحدى القنوات وقال إنه يجب تعديل قوانين كثيرة في البلد حتى إحنا نحل قضايا البلد. طيب ما بصيرش انا اجي اعول على الحكومة اللي هي عمالها هلا بتشتغل تخفيف الاضرار الاقتصادية وقضية المتعثرين اللي انصابوا بجائحة كورونا، مع المتعثرين الموجودين اللي هم بدون مطالبات او هيئة رسمية تمثلهم او مطالبات تقدم يعني رسمية للحكومية. في فرق ما هو بين أنا يا أخت كحكومة نرمين، يا أبحث أخت عن نرمين، حلول ما هو وبين أنا متعثر وأن أنجمع. المتعثرين يا أخت نرمين، ما هو المتعثرين وين كانوا بيقدروا يطلعوا؟ اللي كان مطلوب هو ما كان بيقدر يطلع يشكل لجنة ويطلع، عرفتي؟ في ما من كان في ينوب يا شيء. سامر، سبق وتناقش معه الموضوع إنه زوجته، أهله، ابنه، أخ، بيقدر أي حدا كان في يطالب تقصير، أنا ويقول معك، كان في تقصير، ولكن الآن يعني إحنا وصلنا لزبدة الآن، إنه في قضية وطنية يجب أن لا. تحل على بيحكي 6 محاور. واحد بيحكي ابو هند الديسي لولا الجهود المبذولة سابقا بسبب كورونا كان طيب إلنا احنا ممكن بدنا. لا تجاوبي اقعدوا الحق؟ ريحوا حالكم، طلعتوا بسبب تطبيق قانون الدفاع وجائحة كورونا والحد من الأضرار تبعت كورونا، وتم وضع من الحكومة إنه أقل من 100,000 إنه بيطلع من الجائحة، وصار إنه خروجهم من السجن بشروط، ما يفكروا إنها جهود حدا. هاي أشياء هي لا لا، طرحتها الحكومة للتخفيف. الحكومة لتخفيف، واحنا عارفين هذا الكلام، بس في سؤال بيوجه لك يا اخونا حسام المجالي الاقتصادي. طيب احكي لنا كيف بدك تحلي اللي إلهم حقوق، شو وضعهم؟ اعطينا كيف أول بدهم شيء ماشي، ياخذوا هذا حقوقهم. شيء، هذا الشيء لا يطرح على بث لأنه كبير، لأنه لازم يشارك فيه كل أطياف المجتمع كدائن وكمدين. اقتصاديا في اقتصاديين كتير كانوا واضعين حلول قبل 4 سنين وانسحبوا لأنه ما فيش حد ولا في استجابات، وصار في تضليل للناس وناس تبنت قضايا المتعثرين على البثات. في حلول اقتصادية، في حلول تضمن للطرفين أفضل شيء وحقوق الناس تكون موجودة، وبالعكس في طرق كثيرة أنه نوصل فيها للتعافي للاقتصاد الأردني ونوقف الاستنزاف البنك المركزي لإرجاع الشيكات هاي المرتجعة اللي صارت بالمليارات.
تمام أخت نرمين، مشكورة يعني على سؤاله، حديثك. معلش سؤاله سؤاله معلش بيوجهه، سؤاله بوجهه هذا السؤال هذا السؤال بيصير بعمل بيصير مشترك بعمل وطني مشترك متكامل مع وطني جميع متكامل مع التجار جميع التجار الاقتصاديين، البنوك الاقتصاد بإشراف حكومي إشراف ومع حكومي بنك مركزي، وبنك مركزي ويكون ويكون الأساس اللي هو الأساس بده فعليا فعليا يحل، اللي هم نفسهم هم نفسهم المتعثرين، أو خلينا نحكي تجارنا تجارنا الصادقين اللي الصادقين متعثرين اللي المتعثرين تعثروا اللي بطريقة تعثروا أو بأخرى. بطريقة أو أخرى. تمام، احنا الآن يعني بنحكي هي مظلة يجب أن تكون من الحكومة لحفظ حق الدائن أكيد وحل أكيد. للمتعثرين والمدينين. بعدين أنتوا لكم لكن 5 سنين عم خمس سنين تحكوا، عم تحكوا بدنا بدنا حل حل محل بدنا محل فعليا بنفس الحديد فعليا. لو اني انا فعليا لو سويت اني انا جمعية على قدي جمعية بين على 100 قدي بين 100 واحد واحد ولمينا من كل واحد ولمينا من دينار واحد كان دينار كان انسدت الديون. اتسدت احكي الديون. لك لو اني حطيت وديعة حطيت وديعة. كان انسدت لا الديون اخت حاليا. نرمين، احنا يعني هذا 5 سنين ما الانسماع وصلوش مش لحل، عندي يعني طبيب ما بدهم وطبيب يحل ما بدهم بإيدهم. يحل بإيدهم اللي بده يحل بده بده يحل يتعب، والشغل مش سهل، والشغل مش والمرحلة سهل القادمة المرحلة مش سهلة. القادمة مش وأنت سهلة. بتحكي عن بتحكي دائن عن ومدين دائن وعن احنا حقوقنا بصدد يا اخت وعن نرمين، حق احنا بصدد متعثر وحق متعثر وحق يعني احنا اخت نرمين اخت واحد نرمين أعطى. احنا بصدد الان في تعثر كبير بالوطن. الان الحل الان المطروح انه يعطوا سنتين فرصة وتسويات من غير الربع القانوني، هذا مطلبنا لغاية ما يتعدل القوانين وتشريعات ويقعد كثير من مين اللي الناس على اجتمع الأرض. على كلهم مع طارق أبو طارق الراغب أبو وكلهم الراغب مبررات؟ أنت ومبررات بتحكي على بتحكي بثات، على بتحكوا على بثات أرض واقع ومناقشات ومناقشات واقعية واقعية مع مع مسؤولين ومع ممثلين من مسؤولين. البنك، خلينا كمان هذا ما هو هذا اللي بنطالب فيه لا يوصل، هذا اللي المركزي. بنطالب فيه لا يوصل أختي نرمين. على أي حال مشكورة بحديثك، شكرا بعدين في لمداخلتك. شغلة بدي بعدين في أنبه شغلة بدي عليها، أنبه عليها. تفضلي. احنا بوضع احنا بوضع اقتصادي اقتصادي صار صار يسمح يسمح للمتعثر للمتعثر انه هو انه يقدر يظبط يقدر اموره. يظبط اموره. كيف؟ الطرح اللي حينطرح واللي حينطرح يتم يتم يعني يعني تداوله تداوله بالحكومة هو حلول إذا التزم اذا المتعثر التزم فيها المتعثر حتمشي. فيها بس حتمشي. أما بس اما أنا قاعد على انا شاشة قاعد على عم بحكي شاشة عم عدلوا بحكي لي قانون عدلوا لي وأعطوني قانون وأعطوني وأعطوني بدون وأعطوني حفظ حق حفظ المدين، حق صدقني المدين ما صدقني بيزبط. ما بيزبط. حفظ حق الدائن قصدك. الدائن، لا الدائن والدائن والمدين، والدائن لأنه أنت والمدين بمشكلة، أنت في أنت مشكلة واحد أنت عندك واحد مشكلة، عندك مشكلة عندك طرفين عندك طرفين. والطرفين هذا عندهم الزبدة مشكلة. بالحديث، ما هو هذا الزبدة بالحديث أختي نرمين، اثنين هذا مش الزبدة ضد بالحديث بعض، إنه اثنين يجب حفظ لازم حق يحلوا الدائن يحلوا. وحل قضية المتعثرين والمدينين. عندك عندك كمان مش كمان بس هيك، مش بس هيك، لما تنحل لما المشكلة تنحل المشكلة اقتصاديا مع اقتصاديا جميع مع الأطياف الأطياف حيتعافى حيتعافى شوي على شوية الأقلية الأقلية الاقتصاد. الاقتصاد. طيب أضرار ما هو هذا البنك اللي المركزي وأضرار المركزي البنوك وأضرار بتنحل، لازم البنوك الكل بتنحل، لازم يفهم. الكل يفهم. أنا ما بصير أنا ما أضلني على بصير بث أضلني على بث أحكي على أحكي محاور على محاور بس محاور بس قانونية محاور وأنا ما قانونية بحكي شو وأنا الوضع ما بحكيش الاقتصادي أو الوضع الحلول. الاقتصادي أو الحلول. مظبوط ولا لا؟ كلامك أجمل من رائع، أنه يجب أن يكون عمل على أرض الواقع، هيك الحديث. طوشونا باللجان ولجنة ندخل لجنة تطلع ولجنة، والأساس كانت عفو عام اللي هي للتجار المتعثرين وأصحاب الشيكات. نعم المصانع نعم والشيكات. نعم أخذت منحة تاني. طيب أخت نرمين أشكرك على حديثك رجعنا، الرائع. معلش أنا أخذت من معلش وقتك، أخذت من رجعنا وقتك سعيد رجعنا من أول سعيد ما من حكينا. فيش حكينا إلا برجع فيش بحكي إلا برجع فترة بحكي تصويب فترة ألغاء تصويب وإلغاء ألغاء ربع وربع قانوني. قانوني. أنتوا أنتوا عندكم عندكم 6 محاور، ست محاور 6 محاور ست محاور متكاملة. ما متكاملة بقدر أنا أجي أعدل أجي أعدل قانون من قانون دون ما أنا من دون ما موجد أنا حلول موجد وموجد حلول وموجد اتفاقيات و... اتفاقيات وجميع الأطياف وجميع قاعدة الأطياف و... قاعدة ورسميا. ورسميا. أنا وهذا خليني أحكي، الآن أنا كحكومة بقدرش أجي كحكومة أجيبك بقدرش يا أجي سامر. تعي يا سامر من إيدك تمام عشان أخت أنا نرمين. أحل لك مشكلتك. تمام أخت نرمين، كلامها بس غير احنا رايق، احنا مستخف الآن ديون. الآن معلش المطلب أحكي لك شغلة، حل. كلامي لا مش رائع، كلامك مش اعمل رائع، زي ما اعمل بدك زي ما بدك وحلوا زي ما بدكم وحلوا واني لبعض لكل مثل ما إنسان بدكم، رأيه لكل إنسان رأيه لكن أخوان، اوصلوا يعني أنتوا لكل إنسان لطريقة رأيه. احنا وواقع. احنا ما بصير نهاجم بعض يا أخوان، يعني الأخت تتحدث من منظورها ومن رؤيتها،
احنا نتحدث الحكومة بموضوع لن الرؤية. تطرح حلول ولن تنفذها ما دام أنت اشتغلت على قضيتك ووجد فعلا ناس أشخاص مخلصين حاضر حاضر واقتصاديين أخويا وحتى الصحفي. ناس تحل هاي المشكلة. طيب أختي نرمين، أشكرك على أنا حديثك. أخذت من وقتك لا وبعتذر. في أخوة بدهم يتحدثوا، بلكي أخونا حسام المجالي مع طلع مع بعدين أحكي الدكتور. لك شغلة، نعم اللي بده يروح ينام ينام بدري، واللي عم بيتريق وعماله بيعلق واحد منكم من اللي حكى اشتغل قد على المتعثرين وقضية المتعثرين، وحتى احكي لك على الغارمات قد ما اشتغلت. أنا لا صاحبة قف ولا أنا صاحبة قضية. بعرف إنك صاحبة قضية شغلتي، وبعرف أختي مين اللي ما بعرفك بجهلك، لكن على أي حال إحنا لا على يروح أي حال ينام، كل إنسان لا يتكلمه. يروح ينام، مش هيك يروح ينام، إن شاء الله ما انحلت عمرها مشكلته. اتركوني من أصحاب البثات اشتغلوا على أرض واقع بطريقة صح، مش تاخدوا جانب ناس تشن لكم قوانين تجي احكي لكم فاهمكم القوانين بطريقة غلط وانتم مش مشتغلين على جميع الجوانب والمناحي. شكرا سامر، معلش، وخلي الناس اللي بدها تنام تروح تنام. شكرا معلش، وخلي الناس نرمين، اللي بدها تنام تروح تنام. شكرا شكرا لك، شكرا لمداخلتك ولبثك، شكرا لرأيك. مع شكرا السلامة. أخت نرمين، مع السلامة. تصبح خير. هلا. أخواني يعني يسعد مساكو، أهلا. كل إنسان يتحدث بمنظوره لحل هذه القضية. إحنا بنتحدث بمنظورنا، إحنا بنطالب بمنظورنا، خلينا نكون يعني ديمقراطيين، خلينا احنا ناخذ راي والراي الاخر. كل انسان له منظور بطرحه. الاخت نرمين اشتغلت على قانون، على اقول لكم هو كان العفو العام، اي وقت العفو العام والشيكات. كل انسان له طريقه، وبلاش احنا يعني نسيء للناس ونتهجم على الناس ونقلل من قدرها. شكرا لكل الاخوان. مين معنا من الاخوان؟ اخونا حسام المجالي، يا ريت تكون معنا عشان ناخذ أخونا.